أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف الشافي وعافي عند المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألم يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula basa-basa kula sing menawi kirang pas kula nyuwun agungipun pangapunten.